طيب معايا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي. يا كابتن جهاد مشرف ومنور. كريم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. يا رب يخليك. ايه ابرز الحاجات اللي انت شفتها النهارده تحديدا في مباراه الزمالك والاسماعيلي؟ نبدا بس قبل ما ابدا لازم اعزي كل الوسط الرياضي وكل المصريين في وفاه احمد رفعت، وربنا يرحمه ويصبر اهله ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. طيب هنبدا مع حضرتك من مباراه الزمالك والاسماعيلي وتحديدا في الدقيقه 40 كان في كره لنادي الزمالك عروضه شباب الكره، وكان طيب دي كانت المفروض كارت احمر على الزمالك. هو ده هو امين صفر في الملعب ركله حره مباشره على اساس ان فرصه محققه وكانت هتبقى ركله حره مباشره. اولا ما فيش تسلل، اللي هو فيها في تسلل، هي فيها تسلل، الحكم عمل ديلي للرايه، احمد حسام عمل ديلي للرايه. طبعا امين ما يعني ما صفر الخطا اللي موجود، هو خطا موجود على المسلوسي، وكان هتبقى فرصه محققه لتسجيل هدف وهتبقى كارت احمر على 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 الزمالك. يعني هو بعد ما صفر رجع للتسلل، التسلل حصل قبل، وبالتالي هو قرار صحيح التسلل، مفيش فيه خطا يعني التسلل، رجع للتسلل وقرار صحيح بالتسلل وقرار صحيح. يعني مفيش تسلل كان يبقى في كارت احمر بطبيعه الحال. بالظبط بالظبط بالظبط. طيب نشوف الكره اللي بعدها. دي ركله، الكره اللي بعدها هي ركله الزمالك، ركله الجزاء الزمالك الاولى. طبعا هو امين في الملعب ما احتسبش، ما يعني ما شافش ما احتسبش، وبالتالي استمر اللعب. بس يوني المميز الحكم الفار قال له تعالى انا عندي احتماليه ركله جزاء، فراح شافها. طبعا المعيار بالنسبه لنا يا كريم اللعب الكوره، هو اللعب الكوره هو ناصر ماهر. لاعب الاسماعيلي راح مباشره باهمال لرجل ناصر ماهر، لو رجعناها خطوه كده هتلاقي اللعب الكوره هو ناصر ماهر. لو في زاويه تانيه هتبقى اوضح من دي تماما، في زاويه الفار هيجيبها له. ايوه اللي هو لعب الكوره ناصر ماهر، والراجل ولاعب الاسماعيلي راح مباشره لرجل ناصر ماهر، اهمل وراح لرجل، ركل الرجل، وبالتالي بنتكلم عن ركله جزاء صحيحه تم احتسابها عن طريق حكم الفار. عظيم. تحيه لحكم الفار بصراحه وطاقم التحكيم في الفار، عشان بصراحه برضو بينتقدوا كثيرا، واللقطات دي يعني في اللقطه الاولى احنا ما شفناهاش كلنا يعني في اللايف كلنا، وبما فيها امين كمان حتى اللي موجود في مكان، امين موجود في مكان ممتاز برضو ما شافهاش، لان من صوره اللعبه ممكن في اي حكم ما يشوفهاش. صح. لكن وجود حكم فار يعني مصحصح زي ما بنقول ويشوف حاجه زي كده ويجيبها. هي. فده شيء ايجابي. طيب نشوف الكره اللي بعدها. دي ضربة الجزاء الثانية لنادي الزمالك. اهو. برضه الكابتن بيطلع. هي دي نفس الكرة الأولانية يا جماعة ولا الثانية؟ أهي الثانية يا كابتن معاك. دي برضه يمكن في اللقطة الأولى ما خدناش بالنا. لا دي بقى الامين كان موجود في مكان ممتاز، هو اللي خد القرار في الملعب واحتسب ركله جزاء. طبعا احنا كلنا مش عارفين احتسب ليه، احنا قلنا اللي قلنا بيشاور على ايده. لما بقى رحنا للتفاصيل لقينا الاول، طبعا اول حاجه دي مفيش فيها حاجه، الثانيه بقى هو بيشوط اللاعب، الايد اليمين للاعب الاسماعيلي مدافع الاسماعيلي خارجه بره جسمه، مكبره جسمه، وبالتالي لما الكره تيجي فيها بالمنظر ده وهي شوتنج على الجول تحسب ركله جزاء وانذار للاعب الاسماعيلي وقرار صحيح من امين باحتساب ركله جزاء. كابتن جهاد كابتن جهاد معلش شويه، الكره بتتعاد كده، انا عايز اسالك على حاجه مهمه جدا دايما. فضل. السؤال ده بيشغلني جدا في التحكيم عموما، انا فاهم ان ده قانون يعني. فضل. انا بقع، انا ايدي هتبقى محطوطه جنبي ازاي وانا بقع؟ يعني في ده في وضع تشريحي كده بتبقى الحاجات انا بحسها انها طبيعيه، أنا بس ببقى نفسي افهم ليه بتتحس. انا فاهم ان القانون يحسبها، انا فاهم ده كويس، بس ليه؟ بص 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 يا كريم، انت لما بتقع عندك ايد اسمها ايد السبورت بتاعتك، اللي هي اللي هي تسند جسمك. وبالتالي لما بتقع الايد اللي تحت اللي هي الايد الشمال دي، خلاص حتى لو جت الكره فيها وبينزل، سواء نزل وصلت الارض او ما وصلتش الارض، ما فيش فيها ركله جزاء. تمام. لكن الايد الثانيه ديت، الايد الثانيه ديت اللي لما تخرجها بره جسمك بالمنظر ده تكبر الجسم، انت اللي عملت الريسك. يعني يعني انت الايد دي وانت بتقع برضه مش هتبقى موجوده بالمنظر الكبير، مكبره الجسم بالمنظر ده، انت اللي عملت الريسك، وبالتالي لما الكره تيجي فيها تتحاسب على ده. اوكي تمام. حلوه برضو الحته بتاعت الايد الشمال دي، يعني لو كانت جت في ايده الشمال مثلا اللي بيسند بيها تحت الايد الشمال اللي اسمها ايد السبورت، وبالتالي لما ينزل بالمنظر ده ايد السبورت العرضي، سواء هي وصلت على الارض او ما وصلتش، يعني الارض الكره فيها برضه لا تحاسب، لانها هي رايحه مباشره كسبورت للاعب، وبالتالي لا يعاقب عليها اللاعب لو جت الكره فيها. عظيم. طيب الكره اللي جايه اخر حاله معانا كانت في الدقيقه 87 والاسماعيلي كان بيطالب بضرب الجزاء. الكره اللي بعد دي على طول اهي، ودي اعترض حتى فيها الجهاز الفني بره، كل الناس اعترضت يمكن على اللقطه دي كتير. الكره معاك كابتن جاد. تمام.
هو بص اللي حصل هو الاثنين لعيبه الاصطدام اللي حصل، هل في خطا يعني في لعيب راح للتاني عمل خطا؟ هو ده السؤال اللي بنقول بنقوله للحكم يحسب امتى. الاثنين لعيبه موجودين في يعني تعتبر مكاتفه عادله، في صراع على الكوره، الكوره موجوده ان بتوين، مفيش حد لعب الكوره، وبالتالي مين اللي اخطا؟ لا المهاجم اخطا ولا المدافع اخطا؟ الحكايه ده حصل مكاتفه عادله عاديه جدا، والكوره محدش فيهم لعب الكوره، وبالتالي استمر اللعب. كان قرار صحيح من امين اللي اتحرك بتحرك ممتاز، وكانت طبعا مراجعه موجوده من حكم فار. الاحتكاك ده لا يمكن تحتسب خطا على المدافع ولا يمكن تحتسب خطا على المهاجم، استمر اللعب هو القرار الصحيح، وبالتالي ما فيش في اللعبه دي ركله جزاء. صحيح.